اسمي سليمان، مهنتي فنان، بغزل عنول الفرعون. في نجادة تلاقي الناس قماشات طوبهم طوبي ولونهم لون. في الفركة أنا ليا سنين يام، كان ظهري قصاد النول محن، للنيل في ملامحي كذا علامة بتشوفهم وقت ما تلمحن. إحنا اللي بنتعب على قوتنا وبننحت صخر الشقة بالكف، في الفرح عيونك بتشوفنا وفي زفة كل عريس تزف. إحنا السكان الأصليين لعيون النيل الأسواني، وعشان كده لو زرتنا مرة هيجيلك يوم ترجع تاني. ازيك يا عم احمد؟ ميرسي ان انت مستضيفنا في مكانك الجميل. مرحب بيك ومرحب بالساده المشاهدين. بمرحب بينا والساده المشاهدين في نجاد. وكل سنه وانت طيبه والساده المشاهدين كلهم بخير، وكل سنه وهم طيبين. ايه اللي بيخلي الواحد شهير في مجاله؟ يعني انت بقالك قد ايه بتشتغل ده؟ متميز بايه عن بقيه المنولين؟ هو حبه للشغل ويحاول يشتغل. يعني أنا راجع من البيت اليدوي الساعة 1، صدقيني يعني يدوب 5 دقائق غفلت عيني كده وجيت. كم بنت في البيت اليدوي بتعلم؟ 18 واحدة، وهم 6 شغالين، ففيهم واحدة مساعدة معي، يعني مساعدة مدرب، وبسم الله ما شاء الله يعني شاطرة وكويس برضو تعلمت. يعني من نجادة شباب. من هنا؟ لا، من كوم الضبع. دي حتة بعيدة ولا؟ لا قريبة، يعني بعدين كده بحوالي 2 كيلو لحد. بس المكان هنا كله مبني على موضوع النول اليدوي ده، يعني جيرانك والقرية اللي جنبك وكله الحتة دي مشتهرة بده. الخطارة ونجادي كان كل بيت فيه مجموعة نول، 5 و6 و10، كنا 3000 نول نجادي وخطارة وكوم الضبع، وكان في نول في الجزيرة في الشرق برضه. وكان الشغل ده اللي هو الفركي اللي هو حضرتك في قطعة منيه، اللي هو دي الفركة دي تروح السودان. طبعا الوصف ليه دي الفردي الملاية، ملاية هي دي رفيعة، دي ساعات بتبقى مجوز ما هي مش كده فيها. وكان زبونها سوداني، زبونها السودانيين. نعم، السودانيين يعملوا بيها ايه بقى؟ يلبسوها ازاي؟ ده حضرتك يعني عشان الناس تتعايش. بص، ده فركتين، ده اتنين. كان يدخل عمله صعبه الشغل ده للدوله، وكانوا السودانيين يلبسوه. اللي تولد لازم يشتروا لها من دي، اللي تولد واللي تتجوز، وكان يستعملوه. طب والسودانيين بطلوا يشتروا ده ليه يا عم؟ ما طبعا مش عارف يعني غيروا فكرتهم ليه، زي ما احنا غيرنا فكرتنا. في يوم من الايام كان الشغل ده يعني كان ليه دور كبير هنا في بلادنا، كنا نتعايش منه، وده اللي رباني وعلم اجيال. طب ما احنا لازم نتطور بقى شويه. ما احنا حاولنا نطور، طلعنا المنتجات دي اللي وريني بقى محلي. يعني ده كتان مثلا انا بحبه. نعم، قوي ده كتان معروف عالميا، ورفع ورقه السيجاره وجميل. نعم، والوانه حلوه، معروف عالميا دي الكتان، معروف على مين ده؟ جميل. والصوف، شالوا الصوف. وده والكفرت. ايه ده؟ فبران حضرتك. ايه الخامه دي؟ ايه الخامه دي؟ فبران من انظف الاقطان، حلوه قوي. دي صحي اولا، في الشتاء ما تسكحش، وفي الصيف ما تسخنش. والكوفرته دي المشهوره قوي، كوفرته اخميم، دي قطن، دي من احلى الكوفرتات. بيشتغلوا غيرها طبعا، مليت مفرش بتاع سرير وستاير وكذا نوع شغل. انت علمت ابنك الصنعة يا عم احمد؟ علمت ابن عمر، عمر اتعلم الصنعة دياتي في شهر. النول ده يا عم احمد، نعم، ياخد وقت قد ايه على بال ما تعمله، وياخد فلوس قد ايه على بال ما تعمله؟ النول دي يعني بنشتري الخشب من المغلق، بعد ما نشتري الخشب بنوديه الورشة نصنعه، بتفرق لانه الخشب حاليا زاد. بنيجي هنا نقفله انا وابني عمر مع بعض، يعني ياخد له بتاع 2 شغل. الصنعه دي في الاصل رجالي ولا حريم؟ لا، هي مشتركه عادي، الستات والرجال. انا عرفت نفسي بشوف حريم يشتغلوها ورجال. مشتركه، واحنا نفسه حتى رجال وهي تشتغل، بلا الستات ما يعرفش يشتغل، لانه كان زمان يدورون المواصل على اللاب عادي، وكانوا يشاركونا في الصبغه ودوره المسادي،
وليهم دور كبير. يعني أنا اللي قدام حضرتك، مراتي في البيت شريكة معي في الشغل دي. بتعمل إيه؟ بتبرم الشراشيب دي حضرتك. تبرم الشراشيب؟ إيه، بتبرم الشراشيب. الخيط ده مصري ولا مستورد؟ لا، ده قطن مصري. مصري؟ إيه. والصبغة ما تروحش ولا؟ الصبغة مصابغ. مصابغ؟ مصابغ، بيجي مصبغ وجاهز من القاهرة. هنا الشراشيب دي هي بتعملها. يعني أنا بلم الشغل وأدهولي آخر النول، وهي تجدل الحتة الأخيرة عليها تعمل الشراشيب دي. بعد كده بتقوم هي تروح تغسل الشغل دي. لازم يتغسل ويكوي. نعم، عشان ياخد وضعه ويتكوي، هي اللي بتقوم بالشغل دي. أي قطعة عندي يعني حتى ما بأكريش بره، شغل ما بيطلعش بره. ما احنا المصريين طول عمرنا الستات بتساعد الرجالة في الشغل. ربنا يديها الصحة، رغم أهلي اللي اختاروها لي يعني. أهلك اللي اختاروها؟ إيه، نعمل اختيار والحمد لله ربنا كرمني. صدقيني بتصحى الفجر عشان تشطب الشغل دي. يعني احنا علينا بنشتغل ونرميه في البيت، وهي بتقوم بالباقي. يا ربنا يساعدني ويساعدنا جميعا. طب ما هي الحياة مشاركة يا عم. والحياة مشاركة صح؟ ايه يعني الحمد لله. صدقيني حتى عندي حريم ولدي ما يعرفوا حاجة عن الشغل دي. حريم ولادك ما يعرفوش؟ ايه، موظفين ما لهم صالح بأي شغل. عمر طبعا شريك معي في شغلي لأنه علمته وبيشتغل معي. أني أربح، الوظيفة ولا المهنة دي؟ لا، العمل الحر طبعا. مش كده برضو؟ إيه، واحد يبقى حر نفسه كده. العمل الحر يعني كويس. هتوريني النول يا عم أحمد بيشتغل إزاي؟ هشتغل لحضرتك عليه. طب يلا. نجادة مدينة ومركز تابع لمحافظة إنا، بتطل على نهر النيل وبيقابلها من الضفة الشرقية للنيل مدينة قوس. اسم نجادة بيرجع لبداية النطق باللغة العربية في المنطقة دي، وتحديداً في القرن ال17 لما كان الأهالي بيتكلموا اللغة القبطية، والاسم ده تحريف من اسمها القبطي نيكا داي، واللي معناها الفهم والمعرفة. البعض قال إن الاسم مشتق من اسم النجدة والإنقاذ، علشان هي أرض علي وكان قدماء المصريين بيستغلوها في موسم الفيضان في دفن أمتعتهم وإنقاذها، فتحرفت بعد كده لنجادة. كانت نجادة بتشتهر إن كل بيت كان فيه كذا نور يشتغل عليه الستات والرجال. النهاردة قلت الأنواع، لكن فضلت نجادة وفضلت أجود أنواع المنسوجات مرتبط اسمها باسم نجادة. عمر، حاج احمد اتكلم عليك كتير. اهلا وسهلا. ان انت اللي ورثت الصنعه. ربنا يخليك يا فندم. بس يا عم احمد، انت والدك نوال برضو؟ لا، كان معاه جمال. كان جمال. اي نعم، كان جمال. يعني انت اللي ابتدعت في عيلتك اللي ابتديت الصنعه؟ انا واخوي، كان طبعا النوال حوالينا كثيره، وكانت الصنعه يعني في البلد الناس كلها بتشتغلي. فروحنا عندهم وعلموني. علمني؟ ايه، يعني الصنعه دي اصلا ما تدهسش من اي حد. تعلمت من نوال تاني كبير؟ ايه، اي حد يطلب يتعلم بيعلموه. ما تبخلش عليه. لا لا لا، انا ولا اللي قبلي بيدخلوا عليه عشان ابخل على حد يعني. صح. ايه، ولاد الكار ما يبخلوش على بعض. ايه، لازم اي حد عايز يتعلم، لانه امانه حتى. احنا بنشجع اللي عايز يتعلم وبنرحب بيه يعني وبنعلمه. عمر، انت ليه اتعلمت؟ يعني في على جيلك كانت الصنعه مش مربحه قوي زي ما كانت موضه في السبعينات. ايه اللي خلاك، ايه اللي اداك الشجاعه ان انت تتعلم وتبقى دي مهنتك؟ انا مبدئيا يعني انا حبيت الابداع اللي فيها. حبيت اطور منها. شفت بره، لا شغل في المصانع غير كده خالص. انا حبيت اطوره. اشتغل كده يا عمر وانت بتتكلم. اشوف النور حبيت اطوره على اليدوي، على الشغل اليدوي، وحبيت اطلع شغل المصانع. ازاي؟ فهمني الجزئيه دي. يعني كتصميمات مثلا، كرسومات بس. تغير في الرسمه، تغير في الالوان. بالظبط. غيرنا خامات برضو. كان الاول خامات ايه ودلوقتي خامات ايه؟ قديما كان شغل الحرير بس. كان الخامه كانوا شغالين حرير بس. يعني الكتان ما كانش موجود؟ لا، ده الكتان ده كان ايام الفراعنه. ايوه بالظبط. ايام الفراعنه كان كتان، هو كتان فقط. لا، احنا هنا في السبعينات والثمانينات هنا في بلدنا كان كله شغل حرير.
ليه؟ عشان كان بيصدر للسودان، كان الفركة السوداني، الفركة السوداني كانت عبارة عن حرير. لا بعديها حبينا نغير عشان خاطر. طب والفركة التانية السوداء اللي فيها خط بنفسجي دي؟ قديمة بتاع إسنا أو منين؟ الإسناوي. نعم. لا دي موجودة معنا لحد الوقت، لحد الوقت بنستغلها، لحد الوقت بيشتغل. طب تفتكر ليه السوق مش مربح زي زمان؟ دلوقتي هو لا مش حكاية مش مربح، لا بالعكس ممكن يكون أحسن من زمان كمان. الله طب حلو. الحمد لله يعني أحسن من زمان. ولكن المشكله في التسويق مش اكتر، يعني في التسويق. لكن المنتج جميل، اللي يشوفه هيحبه. المنتج جميل واللي يعرف قصته يعني لا بيحبه. انتوا طورتوا ايه في النول ده يعني؟ او عم احمد عملتوا فيه، اتعلمتوا فيه ايه؟ النول ده بدل ما هو كان حفره يعني فرعوني زي النوال اللي هناك، اللي هو الانسان اللي نوال لازم يبقى تحت. ده بالظبط. وعلى الارض. ده على العالي. احنا حاولنا يعني اشترينا خشب وشفنا ناس عاملاه قبلينا يعني. كان في ناس عملوا. بس احنا عملناه بطريقه تختلف عن اللي عاملاه بيه الناس. عملتوا ايه؟ اشترينا الخشب وديناه الورشي وجينا هنا وصلناه بالطريقه دي. ده كله يعني. احنا اللي عاملين ده كله بايدينا على فكره، مش نجار ولا حاجه. لا عمر، انت علمت حد من عيالك؟ لا عيالي لسه صغيرين. بس معايا ابن اختي، لا بيجي ويتعلم معايا محمد. عايز تعلمه؟ اكيد طبعا، اكيد، لان المهنه حاليا في البلد لا ما فيش حد من الشباب الصغير خالص يعني مقبل ليها. ليه؟ والله لكذا سبب يعني. اولا مثلا محتاجه صبر في الشغل، محتاجه طوله بال، يعني مش شغل سلق بيض زي ما بيقولوا يعني. لا محتاجه صبر، وعشان خاطر الواحد يقدر يطلع الانتاج بتاعه. عايز الواحد يبقى تقن. بالظبط. انت شايف ان في مشكله في الاتقان؟ انا عندي احساس ان في مشكله في الزبون والصنايعي. الصنايعي مش عايز يتقن، والزبون مش فاهم قيمه الحاجه. طبعا. فازاي نربي صنايعي تقن كفايه وياخد فلوس كفايه تخليه تقن، وربي زبون يفهم ان دي حاجه مش زي الهرد اللي بنشتريه من كل حته؟ طيب حضرتك بالنسبه للاتقان، انا لو حبيت حاجه مش يعني هطلع احلى ما فيها يعني. لا انا حبيت الشغلانه دي، فعشان كده لا انا ببدع فيها فعلا يعني. اي رسومات حاليا انا بطلعها عليها. والدتك مثلا كانت بتساعد والدتك في شغله ولسه؟ طبعا. انتوا مراتكم موظفات ما بتساعدش؟ للاسف. ما بيحبوش الصنع. للاسف. لحد ما هي دي حاجه بتاعت ربنا، يا تحبها يا ما تحبهاش. طبعا اكيد. تفتكر في شغف كده ان انت تشوف ابنك او اخوك او الصغير امتداد ليك بيكمل نفس الحاجه؟ طبعا طبعا. انا لحد دلوقتي انا معايا اكبر ابن حاليا في اولى ابتدائي، لا بيجي معايا وفاهم انا بعمل ايه يعني. لا لما بشرح له انا حاسس انه فاهم فعلا انا بعمل ايه يعني. بيسالني على حاجه، ايه ده طب ده بتعمل ايه؟ فلا هو حبيبها، هو لحد دلوقتي حبيبها. عم احمد. نعم. انتوا عندكم كام صنايعي في الورشه؟ في الورشه هنا في حوالي 60. ستة غيرنا احنا. مين اقدمهم؟ اقدمهم اكبر واحد الحاج ابو صابر. وعم ابو صابر اكبر منك في السن؟ اكبر مني في السن. عنده كام سنه؟ ابو صابر يمكن عنده حاجه وداخل على 80. ما شاء الله، ربنا يديله طول عمره يا رب. وبيشتغل وعامل يده الراجل، ويعني وربنا يساعده. ومين تاني عنده؟ في بعديه سعيد، الحاج سعيد. كبير برضو؟ كبير يعني، هو أكبر مني بسنتين. سعيد. هل كل الصناعية ما غير عمر في السن ده ولا في شباب؟ لا هو أصغر واحد معانا عمر. عمر أصغر واحد؟ أصغر عمر. والبنت اللي بتدربوها؟ والبنات اللي بدربهم اللي هم 18 واحدة، ودول أمانة في رقبتي لازم أعلمهم. انا مبسوطه قوي ان انت مهتم بموضوع البنات ده. هم عايزين يتعلموا، كل واحده ليها مشكله شك. عمر، البنات بتحب الصنعة اليدوي ليه؟ ليها طقطان اكتر عليها؟ لا ولا عندهم صبر؟ لان الصناعات اللي اصلا رجالي زي مثلا الخياميه دلوقتي بيدربوا بنات، بيقولوا ان البنات تقنع وعندها صبر. مظبوط. عندهم صبر وبيشتغلوا، ولو في يوم من الايام احتاجت تشتغل تشتغل. تبقى عندها ربنا كرمها براجل قال لها ما تشتغليش وحيكفيها وبتاع، ما فيش مشكله، بس بيجي الصنعي في يدي سلاح معايا طبعا، او مشاركه يعني زي ما قلت، زي الشهاده معايا. صح. شهاده مدرسيه، والصنعه والشهاده لا تباع ولا تتاجر ولا تترهن. وانت حاسس انها امانه؟ انت قلت قبل كده انا حاسس ان دي امانه. انا طالب واحد عنده اقبال انه يتعلم، امانه في عمقي لازم اعلمه. احنا بنتشكر قوي ان انت يعني ضيفتونا الوقت القليل ده. احنا متشكرين اكتر والله.
وشرفتونا والله، وزارتكم اسعدتني. احنا انبسطنا معاكم قوي قوي قوي. مرحب بيكم يعني، ده انتوا نورتونا ونورتوا البلد كلها. وانبسطت قوي بعمر عشان حسيت ان في استمراريه كده في الصنعه. ربنا يبارك فيك والله. بص احنا متعودين يا عم احمد ان احنا واحنا ماشيين بنسيب صوره بيعملها فنان صاحبنا معانا عشان تفتكرنا بيها. هو رسمك بورتريه هنديهوله. تمام والله. ميرسي يا عبد الله. ربنا يبارك فيك. اهو عبد الله اللي عامل لك. شكرا شكرا. لا جميلة جميلة جدا. حاجة جميلة حلوة. هتعلقها فين يا عم؟ في أوضة الجلوس. أوضة القعد. حلوة قوي عشان تفتكرنا. تسلمي لي والله. تفتكرنا بيه. تمام والله. الناس خيوط والزمن عمال بيمسكنا والدنيا بترصنا زي الفرك على النور. من حكمته في الخلق لبعض يحوجنا عشان نكمل بعض ونشوف في بعض حلول. كل البشر زي القماش ألوان، واللي صبر حتما لابد بينه.